السلام عليكم. عليكم السلام. عصام. يا هلا استاذ جمال، شلونك؟ عساك طيب؟ خير عسى ما شر عامر. انا ادري دريت اللي سوا فيك عصام، يعني اذاك ولعوزك، بس صدقني انا مالي شغل. انا حتى البارح طردته من بيتك، قلت له رح لا ابيك ولا ابي اشوفك، انا متبري منك. يعني انا مالي شغل في اللي سواه، تكفى يعني. حتى ريح ما ادري وين راح، ولا ريح اعصابك وقعد مرتاح. انا ريال جاي اشوفك، ماني شكاي. وعصام لا اذاني ولا تعرض لي. الله يريح قلبك وبالك، ريحتني. اقول عيل من شكاي اكيد شراي. شوف المعرض كله واللي فيه تحت امري، بس عاد سامحني، الوجه من الوجه ابيض، يعني الكلمه اللي تستحي منها بدها اقصد ما احبها. كاش اخذ وهات. ما عليه، بس من قالك اني انا جاي اشتري منك اقصاد؟ سامحني استاذ جمال بالكلمه، انتوا يا الموظفين حياتكم كلها اقصاد بقصاد، الله يكون بعونكم. مقبولة منك يا ابو عصام، جزاك الله خير. المهم مو هذا موضوعي. عصام وين اقدر احصله؟ واللي نسى جمال، ردينا على هالفاشل عيل اكيد مسوي شيء، قول لي لا تغبي. لا عصام ما سوى شيء، بس البارح بالليل ياني واعتذر لي وانا سامحته، وطلب مني اني ادور له شغل. دور له شغل؟ زين والمدرسة؟ ولدك يا ابو عصام كاره المدرسة، وانت عارف الشيء هذا، ونسبة غيابه وايد عالية، حتى الامتحانات ما دشها. ولدك صار عود كبر، واحد في سنه يفترض الحين مخلص ثالثه جامعه، رابعه جامعه. صدقت يا استاذ جمال. لا وبزيدك من الشعر بيت، بقول لك شيء. والجيراننا بالابتدائي ويا ولدي. زين. ولد الجيران السنه تخرج من الجامعه، وولدي مغرس مو راضي يطلع من الثانويه، ما ادري ايش اسوي فيه. صدق يا استاذ جمال، هو يوم كان صغير كان ذكي، لكن بس كبر صار اثول. لا يا ابو عصام لا، بالعكس عصام ذكي ولا يزال ذكي، مو غبي. على كل حال اللي صار صار. المهم ولدك عصام طلب مني ادور له شغل، ولقيت له شغل في شركه. موافق يا ابو عصام ولا لا؟ الله يهداك. بس الله يهداك يا استاذ جمال، هذا كلام حنه. حمد ابوك كل هالخير ويروح يشتغل عند الغريب؟ ما يبي يدرس. لا يدرس كيفه، لكن لا يشتغل عند الغرب، يشتغل بمعرض ابوه اللي هو حلالي انا، يعني حلاله. بشر سويت؟ كل خير، بس ها حسب اتفاقنا مو تغير رايك؟ انا حاضر استاذ باللي تامر فيه. لا يا عصام لا. يبا تكفى سامحني، انا اسف اني زعلتك يا يبا. انت زعلتني وبس، انت للاسف دمرتني يا عصام. انا طول عمري قاعد اباريك واربيك وابيك تصير احسن واحد في الدنيا، على الاقل ابيك تصير مثل عيال عمك اللي تخرجوا من الجامعه وانت الحين مغرز بالثانويه، ايش فيك من انت قادر تطلع منها؟ يبا انا اسف يا يبا. انا يلا اتفقنا، راح بس عصام. يا ابو عصام الله يطول شوي، الله يطول عمرك، صل على النبي. اللهم صل على سيدنا اللي طاف. يح ابو عصام، ترى الانسان ما ياخذ من الدنيا الا نصيبه، والشهاده مو كل شيء. وعصام ليش اشتغل في مكان يحبه اكيد بينجح ويرفع راسك. هذا انت ما شاء الله عليك ريال تاجر معروف لك شنه ورنه وناجح في حياتك، ما عندك غير الابتدائيه. ها جمال، بل 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 بل، بدينا بالحسد، قل اعوذ برب الفلق. يا جماعة ايش فيكم؟ الكلام هذا مو وقت الحين. جمال
لو سمحت تفضل. خير ان شاء الله. انا معاك في الحكي اللي قلتها ومقتنع فيه 100%. زين، بس مو وقتها تقولها قدامهم، لان عمي جاسم منصدم صدمه قويه وحالته صعبه. انا حاس بالشيء هذا من زمان، ماني غشيم. قلت المثل يا من شراره من حلاله عله. شوف شايبه شايبه حلوه. سلامات سلامات، اجروا عافيه عمي. كلهم غلطانين، ما فيني شيء صاحي. شوفت عينكم، ودوني البيت. انا ما ابي ارقد بهالمستشفى دقيقه واحده خلاص. ان شاء الله يبا، ان شاء الله اللي تعمل فيه حاضرين، بس تهدى اعصابك. عشان تهدى اعصابي ودوني البيت. استاذ طارق. نعم دكتور. سمعت شو شايف الدكتور من طارق؟ أنا ما في شيء يا جماعة، تكفون ودوني البيت، ودوني البيت أقول لكم، ودوني ترى أقوم على الأرض. أنت بس يا صوتك الله يهداك. ودوني. شو بس كافي، مشكورين وما قصرتوا، سويتوا اللي عليكم. أنا ودي دعوة. لا لا ما في داعي، مشكور ما قصرت. يا مريم. نعم. وصليني داري. وانتو روحوا مع اختكم ودبوكم خلينا على الفراشة. ما يحبني لا انا ولا طارق، على بال احنا اللي فرقنا بينه وبين ليلى. روحوا روحوا روحوا. شفت؟ اذا انا اكرهها وانت تكرهني. ابي اعرف، انا بعرف. الاطباء اللي بالمستشفى هم يكرهونه؟ عفية ريال راس يابس. عمي جاسم ما يكره أحد، كاره روحه على اللي سواه. بعدين حتى الحالات ما يبي ياخذه، كنه يعاقب نفسه. ريا طارق، ما ايش أقول لك، عمك جاسم في ورطة، ورطة عودة. أكو أكبر من هالورطة يا جمال؟ يعني واحد بسن عمي جاسم تقص عليه واحدة كبر بناته وتبهذل شيباته. الله يبعدنا عن كيد النساء، ان كيدهن عظيم. ايش رايك يا اخوي طارق اروح حق ليلى هناك في البيت واسولف معاها عن عمي جاسم، واشوف ايش اللي خاشه، ايش اللي مغبيه، ايش اللي دافنه. حسبالك ما رحت، انا سبقتك ورحت لها اكثر من مره. يا اي ما حصلتها، يقولون مسافره تشم هوا ولحين ما ردت. وانا اعتقد ان سفرها هو اللي معور قلب عمي جاسم. تفضلي. اجر وعافيه. هني حصه. نعم يبا. منى. نعم يبا. اخذوا ريايلكم ومع السلامه، واذا بغيت اي وحده منكم اطرش عليها. يبا يا حبيبي، إذا كنت زعلان من طارق وجمال، إحنا شنو ذنبنا؟ يبا حتى طارق وجمال ما لهم ذنب، هما اشتووا يعني؟ أنا ما بيكم ولا بريايلكم، زين؟ يلا أعطوني مكفاكم ونجرعوا. يبا أنا بصراحة ما لي غنات عن خواتي، بعدين يعني أنا ما أقدر أباريك وأشوف شغل البيت بنفس الوقت، وأنت نسيت أني أنا من باكر لازم أدور على وظيفة؟ يعني شلون؟ الوظيفة أهم مني؟ حتى انت ما بيك، واذا مو عاجبك الحقي خواتك وفكيني. هذا حظي، الله رزقني بثلاث بنات ما منهم فول. والمقوله المعهوده، لو الله رزقني بولد كان وايد احسن لي. كان زين، كان بصار هذا حالي. طارق، أذهب لك العشاء؟ لا لا مشكورة، تعشي انت، أنا مالي خلق أتعشى. طارق،
انت للحين ماخذ على خاطرك وزعلان من اللي سواه ابوي؟ حتى لو زعلت من ابوك انت مالك ذنب. انا زعلان من عناد ابوك. الواحد ممكن يعاند باي شيء الا بصحته. اي بس الطبيب قال انه ممكن يتشافى ويرد مثل الاول. الطبيب قال حالته ممكن تتحسن بالعلاج والمتابعه، وعلى قولة القايل نص العمى ولا العمى كله. مو هذه هي مشكله ابوي من زمان، طول عمره وهو مراضي بنص النعمه، وكله يعايرني انا وخواتي ليش انه طلعنا بنات وان الله سبحانه وتعالى حرمه من الولد. المفروض ابوك يحمد ربه ويشكره على النعمه اللي هو فيها، غيره ما عنده لا صبيان ولا حتى بنات. أرجوك يا حصة لا تفهميني غلط، أنا ما قصدت الكلام اللي فهمتيه، أنا قصدي بعض الناس اللي ما يرضون بنصيبهم، ما يرضون باللي الله كاتبه لهم. بعدين أنا ترى ما أفكر بالموضوع هذا ولا يشغل بالي أصلا. إحنا كم صار لنا من تزوجنا؟ كلها 4-5 سنين. إن شاء الله بالعلاج بتحملين وتترسين البيت درزن يا حال. فهمت؟ فهمت فهمت يا طارق فهمت. المفروض الواحد بالبيت هذا ينطم ويسكت عشان لا يقول كلمة وتنفهم غلط ويبتلش. مليت مليت، حتى ايديني صارت ايدين خدامة ناشفة، لو حط كريمات الدنيا كلها ما بفايدة. شوي تفضل. بس يبا شنو يا هلال عندك توكليني عندي ايد ولا بعد تفولين على تشيلين ايديني؟ خلينا انا باري نفسي. كيفك. الموبايل موبايلي، لا تطالعين الرقم، انا اللي ارد عليه. تفضل. الو نعم. ما عندنا واحد اسمه طلال، طل بعينك. يلا النمره غلط. خير. احنا نبي خادمة بالبيت. الحريم ما يدري شلون بيتي. ادري بابا، بس انا ابي خادمة تساعدني بشغل البيت. والخادمة ما هي حرمة؟ انا كرهت شيء اسمه حرمة. ولما انت بنتي كان كرهتك. ايوه. انا باكر رايحة الصبح اقدم اوراق تعييني بالوزارة. ولهم ممنوع. شنو الوظيفة اللي ناطرتك؟
طبيبة. ها؟ ما أدري عنك يبا، أنا ماني عارفة أنت ليش تعاملني المعاملة هذه كلها؟ إيش فيك معاي؟ يبا أنا بنتك دارسة وعندي شهادة وأقدر أتعين بأي مكان وبأي وظيفة بعد. زين خلاص خلاص، بطوط لسان. روحي، ذلفي يلا، بس ها، تروحين تقدمين أوراقك وتردين مثل البرق. تروحين مني ولا مني أفصم رقبتك. يبا أنا ما أدري إيش فيك أنت ليش تغيرت علي كذي؟ ليش منت واثق فيني؟ ليش صاك علي الصكة هذه كلها؟ الدنيا يا مريم، الدنيا خلتني ما أثق بأي حرمة. يبا مو إذا حرمة واحدة قصت عليك هذا معناه أن كل بس الحق. بس خلاص. زين يلا كمل صحنك عاد، أكل يلا. انهينا هالموضوع خلاص. ما نشتري، شيلي. ليش يبا إيش فيك؟ ما أنا مشتري خلاص. أقول مريم. آمرني يبا. إذا أنا طلبت رقم. تليفوني يقول ان الرقم اللي طلبته غير صحيح، مع اني انا متاكد ان الرقم صحيح. يعني ايش معناته؟ معناها يبا ان راعي الموبايل غير رقمه. يعني غيرت رقمها؟ ايش فيك سكت يبا؟ انزين اذا هي غيرت رقم موبايلها، ممكن بعد ليلة تكون غيرت رقم تليفون بيت أهلها؟ مو شغلش انت، لا تتدخلين، انت بلعي بس. لا مشيت أنا الرجيم، وين راحت هالساعة هذه؟ مستحيل، أنا شايفها قبل كم يوم قدام عيني. وين راحت؟ جمال شو تدور؟ دور على ساعتي. اللي ما تدور عدمك، عيال حضرتك كتبها الأيام، تدور ساعتك هي بيدك. تضحكين تضحكين، يعني ما عندي غير الساعة هذه، عندي 10 ساعات، وأهم ساعة عندي اللي هي ساعتك اللي أنت أعطيتني إياها هدية مو لاقيها. الساعة ذهب؟ إيه الساعة الذهب اللي أعطيتني إياها مع الفاتورة، علشان أشوف قيمتها من كثر ما هي غالية. أنا شايفتها بهالدرج من كم يوم. وين راحت؟ معقولة سوما؟ خدمتنا سوما؟ مستحيل، صار لها سنة عندنا، عمرها ما مدت إيدها على شيء. لا 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 حرام، ظلي مشينا بس. وين راحت؟ وين اختفت؟ ساعة شنو بقى هي؟ جمال ها خلاص لا تدور عليها. ها عرفتي مكانها؟ دورها عند عصام. عصام؟ اي ماكو غيره. تستاهل، هذا اللي دخل في بيته حرامي. شنو؟ لا انا ما مصدق. انت تشكفيني انا يا استاذ؟ تشكفيني انا ابوك؟ الساعة هذه شنو؟ لا تكون الساعة المباركة وانا ما ادري. عصام ثمن كلامك وتحكي عدل. مثل ما سألتك جاوبني. استاذ صدقني صدقني، انا ما شفت ساعتك ولا خليتها، كلش مو لي. ايش قالوا لك علي انا حرامي؟ هذه خوش سالفة بعد. تجيبني بيتك وتكرمني وتنومني ليلة عندك وتعشيني وتتهمني اني حرامي؟ صدقني يا استاذ جمال، انا لو ادري انك بتتهمني هالتهمة الفظيعة هذي كان ما دشيت بيتك كلش مو ليه. عن اذنك انا عندي شغل. لحظة، انا كنت اول شاك انك انت بايق الساعة، لك حين لا متأكد. وين الساعة يا عصام؟ استاذ جمال هني؟ اكيد عصام مسوي شيء. يبا الله هداك، انا وين مسوي شيء؟ ما سويت شيء انا. يبا تفضل تفضل داخل المعرض، في واحد ناطرك من الصبح يقول يبيك ضروري بشغله مهمه. ما فكنا زين من هالحكي. استاذ جمال زعلان ومبين عليك، ابي اعرف السبب. شو السالفه يا استاذ؟ عصام اتحكى ولا اسكت؟
ساسا جمال الله يهداك، انت تفضل الحين روح وانا اوعدك اني اجيك وتفاهم. تفضل تفضل. لا الحين طلع الساعه يا عصام. ساسا جمال اي ساعه؟ انا ما 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 شفت ساعه ولا خذيتها اصلا، ما ادري عنها. ساعه ساسا جمال، ليكون هذه ساعتك؟ يا حلو البنات يا حلوة واللؤلؤ. بس 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 سوي لي حبة، قول حبة. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه بنتك؟ اي نعم. شلون تخليها بالسيارة بروحها كذي؟ رحت اجيب الموبايل يا الغالي من البيت وارجع. يعني الموبايل اهم من بنتك يا اخي؟ كان اخذتها معاك ولا تخليها بروحها بالسيارة؟ يبا خطر عليها حرام. ما يخالف، حصل خير يا الغالي. حصل خير ان شاء الله، دير بالك عليها. تسلم. الله يسلمك. تسلم. كان تسلفتها من ابوها نص ساعه، كان قلت له انك محروم من الظنه وما عندك عيال. يا بنت الحلال لا تصيرين حساسه لهالدرجه، الله يهديك. انت تدرين فيني احب اليهال حتى قبل لا اتزوجك، ويضيق خلقي اذا شفت ياهل يبكي او ضايق خلقي. اي عدل، وايد رقيق. تفضل امشي امشي امشي. لحظه دش البيت كذي مع دبوزة شبرين؟ ايش تبيني اسوي؟ ضحكي. ما فيني ضحكة. ضحكي ولا نرجع؟ ها 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 تفضل. لا ما يصير، ها ضحكي عادل. يلا انت بادل معاك، انت تعرف اني ما اقدر ازعل منك. تفضل. اي كذي اوكي يلا. حي الله من يانا. الله يحييك حبيبتي. تبي الصج عاد؟ ما انا مصدق اللي انت قلت. يا اي ما انا مصدق. حتى انا ماني مصدق يا ابو ناصر. عيال اكيد قال لكم على اللي صار بينه وبين عصام وابو عصام، عشان كذي ما انتم صادقين. اي طبعا كني بحل. معقوله جمال يسوي كذي؟ جمال يطلع منك لهذا؟ مشكوره مشكوره، جزاك الله خير، بارك الله فيك، ما قصرتي. الله اكبر، ليش يبا ليش؟ يعني عجيب ان يكون لي مواقف انسانيه. بالعكس العجيب ان احنا ماخذين عنك فكره ما هي زينه يا جمال. وانا شخصيا بديت اغير وجهه نظري فيك، يعني تشوف ساعتك عند ابو عصام ومتاكد ان عصام هو اللي بايقها ومعطيها ابوه، لما يسالك ابوه تقول له لا هذه ما هي ساعتي وما اعرفها، علشان تحمي عصام من ابوه. بصراحه اذا فعلا هذه نيتك وما عندك شيء ثاني ببالك، رايتك بيضه يا جمال. وانت صادق يا طارق، اذا فعلا هذا غرضه وما في بباله شيء ثاني، رايته بيضه. يا سبحان الله، هم شاكين بنواياي؟ يعني شنو منيتي انا اسويه؟ شو اللي تفكرون فيه؟ وش اللي باخذ انا من عصام وابوه؟ بصراحه يا جمال، عصام هذا واحد شري وعدواني. انت نسيت ايش سوى في سيارتك؟ ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ قصدي اللي انا سويته هذا كله خوفا من عصام؟ لا لا حشا، هذا مو قصدي. اللي بغيت اقوله ان عصام هذا واحد ما يستاهل المعروف. بعدين تدري كم قيمة الساعة اللي تركتها لهم؟ جم الباب.
ساعدني. ايش اساعدك؟ لا قوم ايش بتوتر. شوي شوي بيكون فيها شيء. آسف يا أستاذ جمال، ابنك عصام. شوف الساعة الهدية الغالية اللي جبتها لك. الحمد لله. لا ما قلتي لي بجن. قومي قومي قومي، هذه فاتورتها، قومي خلينا نشوف كم قيمتها الساعة اللي ذليتيني فيها. والله يا جماعة خلونا من الحكي هذا كله. لما قلتوا لي شنو الموضوع الخطير اللي لزمتوا علي أنا وحصنيكم الليلة عشان الناقشة؟ اسمعي يا طارق، بصراحة منى ما تعرفي، وأنا ما حبيت أقولها خوف إنها تفكر إني أنا طمعان بفلوسها ولا بورثها. عيل أكيد السالفة تخص أبوي. سعد ولد عمتي يشتغل في البنك اللي عمي جاسم حاط فلوسه فيه. سعد ولد عمتي شو يقول؟ يقول عمي جاسم يا قبل شهرين وسحب كل فلوسه 130,000 دينار. شلون؟ يعني قبل وفاة الوالدة بثلاث أيام؟ لا لا، ما ظنتي عمي جاسم يعطي ليلى كل هالفلوس. ليش لا؟ ليش؟ ايش حق الرد تزوجه؟ ليش؟ أشوف أبوي مو عاجبك. يكون بعلمك أبوي ما في منه اثنين بالديرة، لا مو بالديرة، بالدنيا كلها. وإذا غلطانة ردني. لا لا، تمنتي غلطانة، بس مو وقت الحين الواحد يفتخر ويتفاخر. الوقت الحين انكم تروحون لابوكم تسألونه، تقولون ليش عندك من فلوس، فلوس منه وين راحت، صرفت منها، شبقى منها، فاتحة وباللبن فاتحة، وعرفوا لكم ولا عليكم. ما تتكلم يا حظي، ما تتكلم يا طارق، ما تقول لك كلمتين، ايش فيك ساكت يا جمال؟ حنا سبق وكلمنا عمي جاسم بهالموضوع وما لقينا منه اي جواب، ما يرد علينا بهالموضوع مولية. شو اللي نقدر نسويه؟ خل نفرض انه حرق الفلوس، انباقت منه، صرفها، يا اخي شو اسوي له يعني؟ نحاسبه ونحاكمه؟ يا جماعه عمي جاسم مريض وتعبان وحالته حاله، واللي فيه كافيه. عملت بعد تعاندني ماكو حرارة. موبايلها مغلق بعد. زين يا مريم، حين خلنا نتصل بخواتها يمكن مرتهم. الو